دي المحاضرة السابعة، هنتكلم فيها هنراجع فيها الكلام عن الدخل النقدي والدخل الحقيقي والاستهلاك والاستثمار. وبنقول إن الدخل النقدي هو مقدار العائد النقدي المتحقق للفرد أو للمجتمع خلال فترة زمنية معينة، وذلك في شكل عدد معين من وحدات العملة الرسمية سواء كانت نقودا محلية أو أجنبية. طيب وإيه هو الدخل الحقيقي؟ علشان هنصيغ الكلام بعد كده بعبارات بسيطة عشان نفهمها كويس. الدخل الحقيقي هو القوة الشرائية للدخل النقدي، أي مقدار ما يمكن للوحدة النقدية الواحدة أن تشتريه مع استمرار ثبات الدخل الحقيقي أو حتى انخفاضه، ويحدث ذلك في أوقات التضخم. ببساطة، لو أنا مرتبي 5000 جنيه، يبقى كده أنا دخلي النقدي 5000 جنيه. طيب ال5000 جنيه دي كانت ممكن تدفع إيجار الشقة، وبتجيب كل متطلبات البيت وبنزين العربية وقسط العربية ومدارس الفيز أو المصاريف بتاعت الولاد بتاعت المدارس. مع ارتفاع الأسعار أصبحت ال5000 جنيه ما تقدرش إن هي تشتري، إن هي تلبي كل المطالب دي، والبنود اللي أنا قلتها من شوية أصبح مع ارتفاع الأسعار أنا محتاج 2000 جنيه كمان علشان أغطي نفس البنود اللي فاتت. يبقى إذن القوة الشرائية للدخل النقدي، الدخل الحقيقي هو القوة الشرائية للدخل النقدي. الدخل النقدي يقدر يشتري إيه؟ ال5000 جنيه أو ال10000 جنيه اللي هما دخلي أنا النقدي اللي أنا بقبضه بشكل نقدي، دول يقدروا يعملوا إيه؟ إن أنا أمسك ال10000 أو ال5000 جنيه في إيدي، ده الدخل النقدي. لكن لما أكون بشتري بيهم حاجات وأشوف قوتهم الشرائية كانت بتعمل إيه ودلوقتي ممكن تقدم إيه، ده يعتبر كده الدخل الحقيقي. خلينا ندخل كمان موضوعين في وسط الايه الكلام اللي احنا بنقوله، هو فكرة الايه الاستهلاك والاستثمار. وعاوز اقول على مثال، بس قبل ما هقول المثال، هو طبعا المثال ده هيوضح الفرق ما بين الاستهلاك والاستثمار والدخل والادخار، يعني مجموعة مصطلحات كتير في وقت واحد. الاستثمار، الاستهلاك هو النشاط الاقتصادي الذي يتمثل في استخدام السلع والخدمات الاستهلاكية في إشباع الحاجات الحاضرة للفرد والمجتمع. والادخار هو ما يتبقى من الدخل أو الناتج بعد الاستهلاك. طيب، والاستثمار هو تحويل المدخرات النقدية أو العينية إلى أصول إنتاجية تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وذلك من أجل مزيد من الإشباع في المستقبل. نقول مثال علشان نقول إيه الفرق، يتضح منه ببساطة الفرق ما بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي والاستهلاك والادخار والاستثمار. لو في موظف مرتبه 10000 جنيه، هذا هو الدخل النقدي. يبقى ال10000 جنيه اللي هو بيقبضهم ده الدخل النقدي. هو صرف من ال10000 جنيه 5000 جنيه، يبقى هو استهلكهم، استهلك أو استهلك، لأن الاستهلاك معناه الاستخدام، استخدام الشيء. يبقى 5000 جنيه اتصرفوا، هذا يعد استهلاكا. لو قام بالاحتفاظ بمبلغ 2500 جنيه، هو صرف 5000 جنيه من ال10000 جنيه واحتفظ ب2500 عاوز يحوشهم، فإن ذلك يعد ادخارا. ولو قام بالاحتفاظ بذات المبلغ في صورة ذهب، يعني جاب ال2500 واشترى بيهم ذهب، فإن ذلك يعد اكتنازا. أما مبلغ ال2500 جنيه المتبقية لو تم توجيهه أو تحويله إلى أصول إنتاجية هتساهم
في زيادة الإنتاج فإن ذلك يعد استثمارا. هنعيد المثال بسرعة. واحد مرتبه 10,000 جنيه، ده يعتبر الدخل النقدي. صرف من 10,000 جنيه، جاب كل متطلبات البيت وحط بنزين العربية ودفع الإيجار ودفع الأقساط اللي عليه، من 5,000 جنيه من العشرة، 5,000 جنيه دول يعتبروا يعني في حالة استهلاك، هو استهلكهم وفاضل 5,000 جنيه تانيين. 5,000 جنيه لو خدنا منهم، هو خد 2,500 جنيه حوشهم، يعتبر ده ادخار. اشترى بيهم ذهب، يعتبر ده اكتناز. فاضل 2,500 جنيه. لو هو اشترى بيهم شارك مثلا في شراء معدات في مصنع معين، او يعني حوله لأصول انتاجية تساهم في زيادة الانتاج، فان ذلك يعد ايه؟ استثمار. وشكرا، ونتقابل في المحاضرة اللي بعد كده ان شاء الله.